السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير. يسعد الله اوقاتكم حبايب قلبي بكل خير ان شاء الله باذن الله. قراءتنا النهارده فنجان برج الحمل. برج الحمل النهارده فنجان برج الحمل. انا دايبه لك قراءه مهمه جدا، واوعى الفيديو فيوته، لان الفيديو ده فيه مواصفات اكتر من ست بيأذوكم، ومواصفات الستات اللي بيحبوكم، وعشان كده هتكون قراءه مليئه للقلب وهتكون فيها جبر خاطر. وطبعا من بعد المحصود او من بعد اللي انتوا عملتوه في حياتكم الفترة اللي فاتت، حان الوقت ان ربنا يكبر بخاطركم ويعوضكم عوض تاما للاوضاع بتاعتكم. متنسوش اللايك الحلو، التعليق الجميل، وتقولوا لي رأيكم في القراءة، وتقدروا تعبي ومجهودي، ونقول بسم الله ونشوف أخبار مع بعض برج الحمل الفترة دي، علشان بفضل ربنا بفضل ربنا خطواتكم هتكون سريعة وهتكون إيجابية وهتكون فيها عوض ليكم ولحياتكم بفضل ربنا. ويلا بينا بقى نشوف أخبارك الفترة دي هتقولك إيه. من طاقة، من خير، من فرح، من هنا، من سعادة، من كل حاجة في حياتنا، ونقول بسم الله ونصلي على الحبيب. أهم حاجة بسم الله. لا الفنجان بصراحة شكله جميل جدا جدا ومدي طاقة إيجابية، يعني الفنجان شكله أصلا بيدل على الخير. نشوف طاقة برج الحمل وحياة برج الحمل فيها إيه، وإيه أخبار برج الحمل بإذن الله بفضل ربنا سبحان الله تعالى. بسم الله ما شاء الله. نسيب الفنجان دلوقتي ونشوف طاقة برج الحمل واسلوب برج الحمل وحياة برج الحمل فيها ايه. بسم الله ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله. بص يا برج الحمل، عايزاك اول حاجة تتفائل. اول حاجة انت هتدخل الشهر زي ما انت متعود بالخير وبالرزق وبالتفاؤل. انت متعود على كده، متعود ان انت هتدخل مقدمة الشهر وبيبقى عندك امل، بيبقى عندك تفاؤل بباقي الشهر بإذن الله بفضل ربنا سبحان الله وتعالى. اول حاجة الهم اللي انت شايله والمسؤولية اللي على كتفك دي هتنزاح. هتقولي ازاي وايه اللي هيحصل؟ هقولك بإذن الله بفضل ربنا. اول حاجة برج الحمل هيكون عندك تجديد طاقة، هيكون عندك تجديد طاقة. الطاقة بتاعتك اللي هي شغلة بالك وفي حياتك دي هتكتفي، يعني ايه؟ هتتجدد وهتكتفي بذاتك. بص يا برج الحمل، انت قطعت علاقتك مع اقرب الناس ليك. طب ليه؟ علشان خاطر اقرب الناس ليك ظلموك، اقرب الناس ليك اخدوا حقك. انت هتكون مكتفي بذاتك. طب هتكون مكتفي بذاتك ازاي؟ بانتصارك على اعدائك، بانتصارك بمستقبلك الناجح، بانتصارك بان انت هتبقى قدوة، قدوة لنفسك. انت في حد في حياتك شايفه قدوة، امك، ابوك، اخوك، حد في حياتك شايفه قدوة ونفسك تبقى زيه. انت مش عايز تبقى زي حد، لا يا برج الحمل، بس انت عايز تكون احسن من غيرك. باذن الله بفضل ربنا عندك نجاح في دراسة، نجاح في مشروع، نجاح في عمل، نجاح في حياتك بالكامل، الله اعلم. بس انت عندك نجاح يا برج الحمل. باذن الله النجاح ده هيبقى هيخليك فرحان، هيخليك مبسوط، امور كتيرة جدا 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 حلوة باذن الله. طيب هنقول انت ليه اكتفيت بنفسك وليه بقيت لوحدك، يعني بقيت تعزل كده؟ انت ما بتحبش العزلة، بتحب تشارك الناس. انت برج الحمل من الشخصيات اللي هي مستحيل في الدنيا تفرح غير لما تفرح اللي قدامها وتفرح اللي معاها. يعني لو حصلتكم حاجة تفرحكم بتقول الفرحة تعوم على الكل، كلنا لازم نفرح. صح يا برج الحمل؟ صح يا برج الحمل. طيب انت هتكتفي بذاتك وهتبعد عن كل الناس اللي انت قطعت علاقتك معاها. ليه؟ علشان خيبات الامل، خيبات الامل جات لك من اقرب الناس ليك اللي هم اصحابك، اقربك. عملت حاجز بينك وما بينهم، او بينك وبين اصحابك، وبقيت هتكتفي بنفسك مع حياتك بالكامل. هيبقى عندك من يوم للتاني شوية لخبطة، شوية توتر، شوية هموم، شوية حاجات كشخصية عادية. بلاش ان انت تقولي انا ما عنديش حظ، انا نحس،
انا وانا وانا والحاجات دي كلها، لا يا برج الحمل، لا لا عندك خير باذن الله بفضل ربنا سبحانه الله وتعالى، بس انت بلاش تكون عاجز عن تحقيق الامر، بلاش تكون شايل الهموم. دايما بتحصل مشاجرات وبتحصل مشاكل في حياتك وبتحصل لخبطة، كل ما تطلع لقدام بترجع ألف لورا. شايف يا برج الحمل، كل ما تمشي خطوة لقدام بتبقى عندك لخبطة في حياتك، عندك كذا مشكلة مش عارف تحلها. طيب هتعمل ايه وهتطلع من كل اللي انت فيه ده ازاي؟ اولا يا برج الحمل لازم تكون هادي وتفكر في كل حاجة قبل ما تحصل. طب ازاي؟ بص يا برج الحمل، بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، انت هتطلع من الهموم اللي انت فيها. بص بإذن الله، بإذن الله هتطلع من الهموم اللي انت فيها وهتطلع من قضاء الدين. انت عليك دين يا برج الحمل، عليك دين حد ليه عندك فلوس، حد يعني انت عليك ندر او عليك دين. لو عليك دين يبقى ايه؟ تسمع اللي انا هقوله لك ده دلوقتي حالا عشان خاطر تعرف ان ربنا هو اللي قادر على كل شيء. النبي صلى الله عليه وسلم يا برج الحمل دخل على شاب، دخل على حد لقيه حزين ومتضايق ومخنوق، فبيقول له مالك؟ قال له عليا ديون. قال له هقول لك كام كلمه، قضى الله الدين اللي عليك وربنا كرمك وريح بالك. يعني الدعاء ده برج الحمل لو انت قلته ورددته صدقني الدين اللي عليك او النذر اللي عليك او زي ما يكون تخص الفلوس باذن الله ربنا هيقضي دينك وهتبقى ايه خلاص من كل حاجه. قول اللهم نعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل، واعوذ بك من غلبة الدنيا وقهر الرجال. صدقني يا برج الحمل والله العظيم الله هيقضي حاجتك. شوف ايه هي الحاجة اللي انت بتتمناها من ربنا، وبإذن الله خلال ايام معينة هتلاقي قضى حاجتك، اذا كانت امنية او اذا كان دين عليك. وانا هكتب لكم الدعاء تاني في صندوق الوصف، تدخلوا عليه وتقدروا تشوفوا الدعاء اللي انا قلته دلوقتي. الدعاء ده باذن الله حلو جدا جدا وهيغير من حياتكم وهيديكم طاقة ايجابية وهيديكم امور كتيرة جدا 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 حلوة باذن الله بفضل ربنا سبحانه الله وتعالى. بص يا برج الحمل، الدوامة اللي انت فيها، الدوامة والحيرة والمشاجرات اللي انت بتدخل نفسك فيها، المشاجرات اللي انت بتدخل نفسك فيها يا برج الحمل، انت عندك لخبطة في حياتك، عندك كذا حاجة كل ما تدخل فيها يعني كل ما تمشي خطوة لقدام بترجع ألف لورا. طيب ليه وايه السبب؟ طب ايه اللي بيحصل لي يا رب؟ دايما بتسأل نفسك انا فيا ايه وايه اللخبطة دي. بص يا برج الحمل، حياتك العاطفية، حياتك العاطفية بايظة، حياتك العاطفية دايما فيها مشاكل، دايما عندك حيرة، دايما عندك توتر، دايما عندك خوف من بكرة. طيب حياتك العاطفية حصل عندك انفصال يا برج الحمل؟ حصل عندك انفصال او حاسس بلخبطة في حياتك، حاسس ان حياتك ما بتكملش، عندك كذا حاجة ناقصة؟ المشاكل العاطفية يا برج الحمل لازم تتحل، لازم تحط لكل حاجة حد، حط لكل حاجاتكم العاطفية حد. انت قطعت علاقاتك مع ناس، قطعت علاقاتك مع ناس وبدأ يكون عندك اضراب، بدأ ان انت تعارض، بدأت ان انت تتحكم، بدأت ان انت تسيطر، بدأت ان انت تعمل حاجات كتيرة جدا 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 في حياتك. بص يا برج الحمل اقول لك كمان، عندك حرف الألف، عندك حرف الألف وحرف الميم وحرف السين، الألف والميم والسين وكمان العين، الألف والميم والسين
والعين، الاربع حروف دول عندك في حياتك. عندك برج الثور اهو، برج الثور، حد من برج الثور، حد من برج الدلو. الثور والدلو يا برج الحمل، مين هم دول؟ مين الثور، مين يا سوري، مين الثور ومين الدلو؟ دول عندك في حياتك، وعندك الاربع حروف اللي انا قلتهم لك دول. عندك بومتين، انا دايما اشوف لك بومتين، بومتين في حياتك. البومتين دول ايه هما؟ لاما من اهل الشريك، لاما من جيرانك، الله اعلم. البومتين دول عاملين لك سحر، والسحر ده مشروب، وانا قلت لك قبل كده في الفيديو، ودينا رجعت كررتولك تاني، السحر ده معمول لك من بومتين. البومتين دول مش كويسين خالص، عاملين لك سحر بالتفارق، بخيبة الامل، بالانكسار. طب هنحل نعمل ايه وحياتنا هتبقى ماشية ازاي؟ حياتك متلخبطة، حياتك كل ما بتحصل فيها حاجة حلوة بتلاقي الفرحة، بتلاقي الحزن يشده، بتلاقي مفيش اي حاجة بتكمل. طيب انت بتحس بالاعراض، بتحس دايما ان انت كسلان، دايما عندك صداع، دايما الم في كتفك وفي رقبتك وفي الركبة، عندك بتحس عندك مشاكل في المفاصل، عندك حياتك الصحية فيها تنازل، بدأت تاخد علاج، بدأت تهتم بنفسك شوية. انت الفترة خدت فترة من الفترات بقيت مش طايق نفسك، بقيت مش عارف تعمل ايه، بقيت كاره حياتك كلها، لدرجة ان انت بقيت عايز تمشي، عايز كده في يوم من الايام تلم شنطة هدومك وتسافر خارج البلد. ليه يا برج الحمل؟ ليه؟ بسبب الحيرة والتوتر والكسل والارهاق من وقت للتاني. بتطلع من البيت مبسوط وعندك طاقة إيجابية، بترجع البيت عندك توتر وخوف من حياتك لشكل طبيعي. انت من الفترة من فقدت فترة من الفترات يا برج الحمل بتقول على نفسك انا حاسس بالنحس، ولا شغل ولا مشغلة، وكل الابواب مقفولة في وشي. ليه؟ ليه يا برج الحمل؟ ما انا شايفة ان انت عندك طاقة جديدة، انت هتكون قدوة لنفسك، انت هتكون قدوة لنفسك ان شاء الله خلال شهر يوليو. بص يا برج الحمل، خلال شهر يوليو هتكتب لي كمان في الكومنتات، خلال شهر يوليو لاما القضية اللي في المحكمة هتنتصر فيها، لاما جزء من ظلمك هتبقى هتنتصر على اعدائك، لاما الوظيفة اللي انت مقدم عليها من بدري وشغلة بالك وعندك تفكير فيها هتكمل، لإما هتسافر، لإما اللهفة والاشتياق اللي جوه قلبك ده هتوصل له. يعني شوف انت عندك، يعني بص يا برج الحمل، القراءة تنطبق على الكل. لو انت فتاة وبتذكري عشان الدراسة فانت عندك نجاح في الدراسة. شوفي الأمنية اللي ببالك والحاجة اللي انت بتفكري فيها، شوفي انت بتفكري في ايه. لو انت بتفكري في تجمع عيلة فعندك تجمع عيلة، لو انت بتفكري في نجاح دراسة فانت عندك نجاح دراسة، لو انت بتفكري في رجوع حد فبإذن الله هيرجع. شوفي انت عندك ايه، بتفكروا في ايه، وهو ده اللي هيكمل بإذن الله. القراءة تنطبق على ست وعلى راجل. بص يا برج الحمل، كمان من فترة من الفترات حصل عندك مشكلة والحد الآن واقفة قدامك، واقفة قدامك. أحب أقولك وفرحك وريح بالك إن المشكلة دي على وشأ الانهيار، يعني على وشأ التخلص منها. بتقول أنا الرزق عندي قليل، بص حياتك المادية بتقول أنا الرزق عندي قليل، لدرجة إن أنت بدأت تجمع كل فلوسك وداخل بها مشروع، صح؟ من فترة كبيرة حصل سرقة عندك يا برج الحمل، يا ريت تقولوا لي في الكومنتات يا جماعة، من حصل عندكم من فترة سرقة صح؟ أو عملت حادثة أو خسرت فلوس، المهم إن أنت من فترة خسرت الفلوس ونفسك تعوضها، بإذن الله نجاح حياتك هتعوض المشروع ده أو هتعوض النجاح ده. بتحصل من وقت للتاني عكسات في حياتك وبتقول أنا النحس، أنا ما عنديش صبر.
اكبر باكتر برج بيصبر على الحاجه برج الحمل يا جماعه. برج الحمل من الابراج الصبوره جدا جدا جدا، بتصبر على كل حاجه. وحاليا بتقولوا انا ما عنديش صبر، لا يا برج الحمل، انت عندك اخبار في منتهى الجمال. شهر يوليو عندك كذا امور حلوه جدا هتتحسن. احب اقول لك كمان ان اهل الشريك مش كويسين، دايما بيتكلموا عليك، دايما ظالمينك، دايما عاملين لك لخبطه في حياتك. الحمل مظلوم، الحمل من طيبه قلبه دايما بينكسر، دايما قلبه مجروح. نفسك ترتاح وتعيش في سلام، دايما بتدور على راحه البال ومش لاقيها من كتر الغدر والخيانات، بقيت مطعون، بقيت نغزه في قلبك كده، منتظر رجوع حقك، منتظر جزء من ظلمك، منتظر حاجات حلوة تفرحك بإذن الله. عندك فرحة حلوة جدا، الناس بيشوفوك يقولوا ده مبسوط بحياته، ده مش موجوع. لأ، انت بطلت تنزل دموع بسبب اللي انت شفته في حياتك من أقرب الناس ليك اللي طعنوك وغدروا بيك وأكلوا حقك. عندك حد كبير في السن بيدعي لك، حد كبير في السن بيدعي لك. برج الحمل انت حصل عندك اجهاض، او في حد في العيله عنده حصل خسر طفل، في حد عندك خسر طفل، او انت يا برج الحمل ابنك تعبان وبتحاول تزوره الطبيب. ارجع واقول تاني، طاقة السحر اللي عندك والعيون اللي انت واخدها بسبب شياكتك ولبسك ومنظرك وطيبة قلبك، بلاش تحكي داري على شمعتك تهيد يا برج الحمل. انت حصل لك اجهاض بسبب سحر، مشاكل حياتك بينك وبين الشريك مشاكل، لدرجة ان الان انتوا مش طايقين بعض، ده لو ما كانش حصل عندكم انفصال، انتوا مش طايقين بعض، بس انا شايفه لك رجوع او علاقة جديدة. انت عندك تعرف حد على حد على السوشيال ميديا يا برج الحمل، عندك تعرف مع حد على السوشيال ميديا، ابعد عن السوشيال ميديا، السوشيال ميديا كلها كدابة. هتقول لأ، هتقول لأ يا شيخة سعاد، هقول لك لأ، السوشيال ميديا كلها كدابة، ابعد عن السوشيال ميديا. انت صرفت فلوس الفترة اللي فاتت على مشايخ، زرت كذا شيخ وزرت كذا طبيب، صرفت مبلغ لقدر عشان تتخلص من طاقة السحر وتتخلص من حاجات كتيرة جدا، دفعت فلوس كتير ومفيش فايدة وفشلت. طب بالنسبة للدوامة اللي انت فيها دي، بالنسبة للدوامة مش هتخلص منها، هتخلص منها بايه؟ بالورقة اللي هي شغلة بالك وشغلة تفكيرك، الورقة اللي انت جايالك والرسالة المهمة اللي نفسك تجيلك، نفسك تجيلك رسالة او خبر حلو نفسك ان هو يتحقق. بالنسبة للمة الاطفال والدموع اللي انت بتعيطها، على لا اما منتظر خبر حمل، لا اما عندك اشتياق لاهل. عندك خبر حلو جدا هيفرحك وهيريح بالك خلال شهر يوليو. عندك كمان يا برج الحمل، انت هنا سمعت كلام في قعدة او في مواجهة، الكلام ده جرحك وسايب لك نغزة في قلبك، الكلام ده جرحك وسايب لك نغزة في قلبك. بعض مواليد برج الحمل لإما عندهم حد في العيلة هيعمل عملية، لإما هم ناويين على عملية يعملوها. شايفة كمان ان عندك صاحبتين خانوك وغدروك، صح، صديقين او صديقتين او اختين او الله اعلم، عندك حد اتنين غدروا بيك وخانوك واتكلموا عنك بالسوء وكمان بالمشاكل. برج الحمل انت بسبب ناس، بسبب ناس وقعت في حفرة، بسبب ناس وقعت في حفرة، احذر وخلي بالك، احذر وخلي بالك. انت بدأت تقطع علاقاتك مع اقرب الناس ليك، ليه؟ عشان اقرب الناس خانوك، اقرب الناس ما طلعوش زي ما انت فاكر، يعني انت فاكر ان هم اصحابك وحبايبك وناس مقربين ليك، بالعكس انت اقرب الناس ليك اللي انت اديتهم من غير مقابل، اللي انت بقيت معاهم وواقف معاهم، صدقني دول ظلموك وكسروا بخاطرك. اتمنى لك الخير يا برج الحمل في طاقتك الايجابيه بشهر يوليو. يلا نشوف فنجانك، بص فنجانك بيقول كلام قد ايه، شايفين؟
شايفين يا برج الحمل؟ بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، صلوا على النبي، صلوا على الحبيب عليه أفضل الصلاة والسلام. بص كمان برج الجوزاء، برج الجوزاء تاني، برج الجوزاء، وانا شفت لك في الطبق برج الثور وفي برج الثور تاني. برج الجوزاء ده عنده علاقة ثالثة، برج الجوزاء ده عنده علاقة تانية، احذر وخلي بالك. حظه قليل برج الجوزاء، حظه قليل. بص يا برج الحمل، اول حاجة انت عندك تحقيق امنية، عندك تحقيق امنية، واحب اقولك ان العين والسحر هما اللي ملخبطين لك حياتك، موقفين حياتك بالكامل، موقفين صحتك، موقفين حياتك العاطفية، موقفين مستقبلك. في نفس الوقت انت عندك انتصارة على حد، هتنتصر على كل حاجة في حياتك. انت يا برج الحمل هتوقف قلبك اليومين اللي جايين وهتفكر بعقلك، حد هيجيلك وهيطلب منك المساعدة وهيقولك انا اسف سامحني، صدقني مش هتقبل الاعتذار عشان الناس ده ظلمتك. انت في افكار كتيرة جدا في بالك ومش عارف تتخلص منها، مش عارف تتخلص منها، عندك تردد في حياتك وشوية تشوش في كذا موضوع، في حاجة، في حقيقة انت اعمى عنها، في حقيقة انت اعمى عنها. بس احب ابشرك ان انت عندك خبر حلو عاطفيا، عندك تعرف على حد جديد، ما تفكرش في رجوع مع علاقة قديمة، ما تفكرش في رجوع مع علاقة قديمة. العلاقات اللي اتقطعت ارميها ورا ظهرك، الشخص اللي اختفى فجأة من حياتك وعمل لك ظلم انسى، عندك جزء من ظلمك، جزء من ظلمك فيه خير. بالنسبة للناس اللي انتوا مستنين دعم، عندكم دعم، حد مقرب منك هيدعمك بإذن الله بفضل ربنا. انت يا برج الحمل الفترة اللي جاية هتبدأ تسحب السيف وهتبدأ تصيب صح، يعني شوف انت بتفكر في ايه وتفكيرك صح، هتبدأ تصيب صح. عندك حروب في حياتك، انت حاربت كتير، حاربت كتير، وهتبدأ تحصد اللي انت زرعته، انت بتدي من غير مقابل، انت يا برج الحمل بتدي من غير مقابل، لدرجة ان انت ندمان على، انت مش ندمان على اللي انت اديته، بس قلبك وجعك، قلبك وجعك. المشاكل اللي انت مريت بيها في حياتك قربت ان انت تتخلص منها، عندك باب هيتفتح بإذن الله، الباب ده في سعادتك، في سعادتك. انت يا برج الحمل بدأت ان انت تكره الصوت العالي، بدأت ان انت حاجات كتيرة جدا تكرهها، بقيت عايز تعزل بينك وبين الناس عشان خاطر المشاكل وعلشان خاطر الألم والحيرة. مين الشخص اللي في بيتك او في حياتك بيتحكم فيك وعايز يشغل بالك ويعمل لك توتر؟ مين حرف الام ده؟ مين حرف الام؟ حرف الام اللي جايب لك وجع دماغ، انت بتحب حرف الام ده بس جايب لك وجع دماغ، جايب لك دماغ، جايب لك وجع دماغ في حياتك كده. مين الشخص اللي بينك وبينه عند، هل ترى شريك حياتك ولا مين؟ انت بتدور على بتدور على راحتك وعلى استقرارك، بس عندك مشاكل مع حد، لاما مع الشريك لاما مع حد معين، مشاكل مشاجرة وزعل كده. عندك في نفس الوقت بداية جديدة، عندك بداية جديدة، في حد واخد عنك فكرة مش حلوة، في حد يا برج الحمل واخد عنك فكرة مش حلوة، هتبدأ من 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 نجاحك وتطوراتك في ذاتك، صدقني الحد ده هيبدأ ياخد فكرة عنك كويسة وهيبدأ يحسب أمورك بشكل مختلف في نفس الوقت. انت قلبك موجوع، ما عندكش حبيب ولا عندك حاجة معينة، محروم من حاجات كتيرة جدا، عندك ألم في ظهرك، عندك ألم في قلبك، عندك كذا حاجة
ملخبطة حياتك يا برج الحمل، صلي على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. عندك بداية جديدة، عندك بداية جديدة، البداية دي هتكون فيها دقة قلب من جديد، هتعيش حالة حلوة بإذن الله بفضل ربنا سبحانه الله وتعالى. وهترجع تقولي في الكومنتات شهر يوليو هتبقى عندك عندك حاجات حلوة كتير جدا جدا، هتحسن من مزاجك، مستقبلك مستقبل جميل، هتدي وهتاخد وهتدي أمور حلوة. عندك حد هيسلمك قلبه، حد بيراقبك من فترة يا برج الحمل، شايفين اهو حد بيراقبك من فترة كبيرة، وكمان هيجيلك وهيأما هيجيبلك هدية لأما هيديلك حاجة حلوة. بص يا برج الحمل، بص يا برج الحمل، الغربة اللي انت فيها، الغربة اللي انت فيها بإذن الله هيكون عندك تجمع، هيكون عندك تجمع في علاقة انت نهيتها، في علاقة انت نهيتها من فترة، والعلاقة دي نهيتها بقذارة، يعني الحد ده كان قذر في حياتك، كان مشاكل، كان عامل لك فيها وجه ان هو حلو. طيب انت ليه بدأت تبعد عن ربنا يا برج الحمل؟ قرب من ربنا، ربك القادر على كل شيء، ربك هو الكريم واللي هيديك واللي هيحسن من حظك. انت دلوقتي تعبان بس شايفة ان انت عندك خير وعندك رزق. ابعد عن الناس اللي هي بتديك طاقة سلبية، ابعد عن الناس اللي هي بتديك طاقة سلبية وبتديك توتر. الحمامة دي هتجيب لك خبر حلو، الحمامة دي هتجيب لك خبر حلو بإذن الله بفضل ربنا سبحان الله وتعالى. مين الشخص الخاين عندك؟ مين الشخص الخاين عندك يا برج الحمل؟ حد عندك خاين مش كويس، اقرب الناس ليك اللي هم حواليك بيأذوك، ابعد عنهم وخلي عندك حاجة حلوة. طيب احب ابشرك ان انت شهر يوليو هيكون عندك بداية جديدة، هيكون عندك فرحة حلوة، هيبقى عندك تغيير جذري لحياتك، هيكون عندك تغيير جذري لحياتك خلال شهر يوليو شهر سبعة. عندك خبر حلو، نجاح في دراسة، هتبدأ تدي كل واحد حجمه، وهتبدأ ان انت ايه تقول لأ انا مش عايز، انا استكفيت، انا قلبي وجعني، انا اتظلمت، انا عندي حاجات كتيرة جدا ملخبطة حياتي. هتحط النقط على الحروف، هتحط النقط على الحروف يا برج الحمل، وهتبدأ تاخد القرارات الصح، وهتقول انا خلاص استكفيت، انا ما بقتش عايز اي حد في حياتي، انا هستكفى بذاتي وانا هنتصر على حالي بحالي. برج الحمل احب اطمنك وبشرك ببشرة حلوة ان انت هتكون قدوة لنفسك، يعني انت هتكون مبسوط بنفسك الفترة اللي جاية علشان هتنجح، وعلشان هتعرف ازاي توصل، وهتبدأ ازاي تكمل ايامك الجميلة بإذن الله بفضل ربنا. مساحتك فاضية، الحاجة اللي انت بتفكر فيها وشغلة بالك، الحاجة اللي انت بتفكر فيها وشغلة بالك دي عاملالك لخبطة، عاملالك لخبطة، هي صح بس انت مش عارف تاخد القرار فيها. الحسد والسحر ملخبط حياتك، عاملك خلبطة في كل حاجة، عاملك لخبطة في كل حاجة، عاملك توتر، عاملك حيرة، عاملك كذا حاجة، كل ما حاجة تكمل ترجع تاني. أمنيات كتيرة جدا جدا جدا، عندك تحقيق أمنيات، ما تقولش الباب اتقفل في وشي، مش عايزاك تقول الباب اتقفل في وشي.